السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وشقة جديدة مميزة في حدائق الأهرام. النهاردة معانا فيلا أرضي بحديقة بمدخل خاص من على الشارع، البوابة التانية منطقة واو، البوابة التانية القديمة شارع مطعم الصاوي منطقة واو. زي ما انتم شايفين الشارع عامل ازاي، شارع واسع، شارع هادي، شارع سكني جميل جدا. تعالوا ندخل الفيلا دي. مساحتها زي ما قلت لكم 185 متر، واجهة بمدخل خاص مرتفعة عن الشارع درجتين ثلاثة، مرتفعة عن الشارع درجتين ثلاثة. ده باب لغرفة النوم على الحديقة على طول. تعالى ندخل الفيلا ونشوف تفاصيلها من جوه. زي ما قلت لكم الفيلا دي 185 متر، ارض بحديقه بمدخل خاص من على الشارع. بصراحه مستوى التشطيب روعه، مطبخ امريكان على ريسبشن. مطبخ مساحته ممتاز جدا، شقة بسم الله ما شاء الله على السكن على طول. دي 185 متر، ثلاث غرف نوم وريسبشن واثنين حمام ومطبخ، وده حمام الضيوف معانا بعد ما شفنا الريسبشن والمطبخ. ده حمام الضيوف. تاني حاجة الحمام الرئيسي، كابينة شاور. وحدة حوض والقعدة. ودي أول غرفة معانا. بصراحة الغرف كلها مساحتها حلوة قوي وألوانها ممتازة جدا، في تناسق في الألوان رهيب جدا. تجاليد خشب في الحيطان، في حيطان الشقة كلها، كل الغرف فيها تجاليد خشب. دي تاني غرفة معانا. دي غرفة بباب على الجنينة. باب منفصل على الجنينة. دي الغرفة التالتة الأخيرة. زي ما قلت لكم الشقة كلها فيها تجاليد خشب في الغرف وفي الريسبشن، وده شباك على الحديقة. ده باب الشارع. الشقة دي 185 متر، أرض بحديقة بمدخل خاص مرتفع عن الشارع، البوابة التانية منطقة واو، البوابة التانية منطقة واو. مساحتها 185 متر، ثلاث غرف نوم وريسبشن واثنين حمام ومطبخ. ثلاث غرف نوم وريسبشن واثنين حمام ومطبخ. إن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. أشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.